تعلم ولا تسلم عليك حتى الدنيا. والأحلام الحقيقة أنا سعيد إني ما شفت المكتبة والإنجازات اللي حصلت العشر سنين اللي فاتت في القبة السماوية هنا، وده شيء يعني بيخليني سعيد، لأن المعركة الحقيقية اللي عندنا في مصر، العدو الحقيقي اللي عندنا في مصر ماهوش أي شيء غير الجهل. الطريقة الوحيدة التي نحارب بيها فعلا هي ناس زي الفريق اللي بيعمل في الكابيتاليزم زي اللي شفناه. في حين الحلم اللي احنا بنحلم بيه في ناسا وعملناه فعلا اللي هو النزول على المريخ واكتشاف المياه على المريخ، انا هبدا ده هو ليكم اخر عمليه نزول لينا على المريخ، دي رابع عمليه نزول للروفر كيوريوزيتي اللي انتوا سمعتوا عنه واللي نزل يوم 5 اغسطس على المريخ ويهدف لاكتشاف المياه واثار الحياه على المريخ. فهنشوف هنا اهو عمليه الانزال اللي هي بتبدا بداية من ما بيمشي الأرض يسيب الغلاف الجوي إلى الوصول المريخ، وعايزكم أنتم تشوفوها تركزوا في شيء مهم جدا، إن الكلام ده كله من 7 سنين بالظبط كان حلم، وكان أي حد يشوفه بكل المقاييس يكون مجنون، وشوفوا إيه اللي حصل بالظبط وإزاي تم النزول على المريخ وبعد كده نتكلم دي. أكبر
بتحافظ على النفط اللي عندنا منه كتير، ولكن المياه ما عندناش منها كتير ما بنستثمرش في البحث عنها، علما ان الماء هو المورد الطبيعي الوحيد الذي ليس له بديل، والنفط له بديل. فدي من هنا اهميه اكتشاف المياه. احب اعرفكم شويه بناسا ومركز الدفع الصاروخي اللي نعمل فيه. ناسا هي الهيئه القوميه لعلوم الفضاء في الولايات المتحده الامريكيه، وبيعمل فيها 14,000 شخص، وفيها 10 مراكز، منهم مركز الدفع الصاروخي في ناسا. مركز الدفع الصاروخي في ناسا يميزه شيء مهم جدا. اولا هو اصغر المراكز من ناحيه المساحه، واصغر المراكز من ناحيه عدد العاملين فيه، ولكنه بيقود نصف المهام في ناسا، وهو المركز الوحيد القادر انه يعمل كل المركبات الفضاء end to end، يعني بداية من الفكرة تبقى على ورقة لغاية التنفيذ والإطلاق وتحليل البيانات. فإزاي إن أصغر مركز هو أكثر واحد في الإنتاج؟ لأنه ده المكان الوحيد إن الحلم فيه يبدأ على ورقة ويتحقق فعلا بأسرع وقت. إحنا بقالنا 40 عام بنبرز المركبات في التكنولوجيا في المعمل التصوير بالرادار، وبنكتشف خواص الأرض والكواكب الأخرى من ظواهر تغيرات في الحرارة واتجاهات الرياح وارتفاع المحيطات وتغير الجاذبية بشكل عام. في نفس الوقت احنا عندنا 19 مركبة في الوقت الحالي بتقوم باكتشاف المجموعة الشمسية والنجوم والمجرات البعيدة عنا. من أهم الحاجات اللي احنا بندرسها ظواهر التغير المناخي. ناس كتيرة جدا تسمع كلمة التغير المناخي وتقول ما بيحصلش. احنا عايشين في واحة معزولة واحنا في خير ومفيش أي حاجة اسمها التغير المناخي. دي صورة اللي هي التقطتها أحد الأقمار الصناعية بتاعتنا بين سنة سبتمبر 2005 وسبتمبر 2008، بتورينا في نقص في الجليد في القطب الشمالي بنسبة 25%. يعني الجليد في القطب الشمالي بيدوب، يعني ان ده نتيجة ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الأرض. طيب، وده بيؤدي زي ما انتم شايفين كده المناطق الجليدية في القطب الشمالي بيختفي الجليد منها ويبدأ يدوب ويتحول للمجاري المائية اللي انتم شايفينها دي. ولما نشوف الصورة هنا كأننا بنشوف الصحراء المصرية لكن بجليد وفيها هذا الماء. طيب، سؤال مهم، احنا ما يعنينا في التغير المناخي؟ زي ما قلت احنا لسنا في معزل وعند هذه التغيرات، ولما نيجي نشوف كويس ان الثورات التي قامت في الدول العربية قامت في 6 دول عربية التي تفتقر للموارد المائية. يعني ايه الافتقار في الموارد المائية؟ يعني ارتفاع اسعار الأغذية، يعني تدني مستوى المعيشة، يعني كل اللي ممكن يجي بعد كده. ده مش جديد، معروف ان في جزء من الثورة الفرنسية كان مبني برضو على اثار التغير المناخي. فتعالوا نشوف، احنا عارفين كويس اثار التغير المناخي في القطب الشمالي للارض معروفة، دوبان الجليد، وده بنشوفه بشكل واضح. لكن ايه اثار التغير المناخي اللي ممكن تكون على مناطق الصحراوية؟ تعالوا نشوف بالظبط الصحراء بيحصل فيها ايه. دي صورة للقمر الصناعي 100 كيلو 60 كيلو لمنطقة العوينات في مصر، متصورة بالأشعة المرئية. الرادار اللي احنا بنعمل فيه بيستطيع يصور تحت الأرض. بصوا تحت الأرض في ايه؟ دي الأشعة المرئية وده تحت الأرض. تقدروا تشوفوا انه في وديان جافة، شايفين الوديان دي؟ بعرض 8 كيلو على عمق 3 متر، آثار الوديان جافة موجودة في هذه المنطقة بتدل إن هذه المنطقة كان فيها في يوم من الأيام مياه موجودة على السطح. أنا شفت الغريب هنا، دي الوديان الجافة هنا بعرض 8 كيلو، يعني أعرض من النيل النيل حالياً في مصر. فيعني إن هذه الصحراء كانت في يوم من الأيام فيها عوامل بتسمح بوجود كميات كبيرة من المياه، ونتيجة التغير المناخي اللي حصل اللي بيتغير بشكل مستمر من 10,000 سنة تحولت إلى صحراء، وده رصدناه من سنة 81 باستخدام سبيس شاتل، وده جهاز الرادار المحطوط على المركوب
وشايفين حجم الإنسان جنبه قد إيه، وده المكوك اللي هو محطوط عليه. طيب تعالوا نشوف بالنسبة لمصر. أنتوا طبعا لما حد يقول تغير المناخ في القطب الشمالي احنا علاقتنا بيه، أنا أوريكم مثلا أحد التطبيقات اللي احنا معنيين بيها. أنتوا شايفين هنا دي الطريق الملاحي بين شرق آسيا وأوروبا الغربية. دي أكثر الطرق الملاحية اللي تسلكها السفن، والطرق الملاحية دي بتعدي على قناة السويس. وقناة السويس هي تاني أو أول مصدر العملة الصعبة في مصر. اللي حصل الرحلة دي طولها 18,000 كيلو. الدوبان الجديد في القطب الشمالي بيسمح إن السفن تعدي من جنوب شرق آسيا وتعبر في القطب الشمالي إلى أوروبا الغربية في رحلة أقصر 11,000 كيلو بدون ما تمر على المشاكل الموجودة في الصومال من وجود الخطف والمشاكل دي اللي عارفينها، بدون ما تدفع رسوم في قناة السويس. يعني إن الرحلة أصبحت أسرع. طب ده معنى إيه؟ يعني الدوبان اللي في القطب الشمالي يستطيع أن يؤثر على دخل قناة السويس. أنا ما بقولش ده بيحصل دلوقتي، لكن في 6 مراكب مرت فعلا في هذا العام عن طريق هذا المضيق، وإذا استمر معدل الدوبان الجديد هتبقى في مراكب أكثر بتمر من هذه الطرق الملاحية. طيب تغير المناخي عامل زي إيه بالظبط؟ عامل زي سقوط المذنبات. بنسمع عنه كتير، وكتر ما بنسمع عنه أفكار متخبطة بتقول إن هو ما بيحصلش. زي سقوط المذنبات، لما تفتحوا في الجرايد المصرية تقريبا معدل كل 6 شهور في خبر إن في مذنب سيمر بالقرب من الأرض وإنه سيرتطم ويوم كذا كذا. وطبعا كل الأخبار بتكون تحريف الأخبار اللي هي المنشورة العلمية اللي هي بتقول المذنب ده احتمال ضعيف إن هو يرتطم الأرض، لكن الخبر نزل عدل وخلاص هيقع في نجم التحرير بكره. فلما تيجي نشوفه هنا في سنه 94 حصل حدث مهم جدا اللي هو اول مذنب بنرى لاول مره ارتطام مذنب بسطح كوكب وهو جوبيتر. وشفنا هنا مذنب ليفي شوميجر 2 وهو يرتطم في النقطه دي شايفينها دي بسطح جوبيتر. فده بيورينا حاجة إن لا، الحاجات دي بتحصل، بس لما تحصل لازم نكون جاهزين ليها تماما زي التغير المناخي. طب إزاي نقدر نفهم التغير المناخي على مدى طويل المدى لكوكب الأرض؟ المريخ يعتبر أخ التوأم لكوكب الأرض زي ما شفنا في الصورة، وكان من أعتقد إن هو يوم من الأيام كان كوكب المريخ الكوكب الأزرق. فإذا فهمنا إزاي تطور كوكب المريخ وكيف تحول من هنا نشوف مساحة أمريكا اللي حطناها على المريخ، لو فهمنا إن هو إزاي تطور من كوكب أزرق إلى صحراء نقدر نفهم كيف ستقول بها التغيرات المناخية في كوكب الأرض اللي هي بتشابه المريخ في الأقطاب في وجود الجليد في القطبين بتوعه برضه. كوكب المريخ زي الصحراء بتاعتنا النهارده مغطى بالرمال زي ما نشوفه من صور اللي بعثتها المركبتين سبيريت و اوبورتيونيتي. هو شبيه جدا بالصحارى الموجوده في الوطن العربي بشكل عام، وعليه اثار نفس الوديان الجافه اللي وردها لكم موجوده في الصحراء المصريه اللي بتدل ان سطح المريخ كان في يوم من الايام مغطى بكميات من المياه. اذا بنوصل لنتيجه ان المريخ كان فعلا في يوم من الايام شبيه بكوكب الأرض وكان ممكن يكون ألك كوكب الأزرق. ومن هنا أرسلنا فعلا 3 مركبات بتستخدم تكنولوجيا التصوير بالرادار للبحث عن المياه تحت سطح المريخ عشان نسبة الماضي المشترك وما يمكن أن يكون المستقبل المشترك بين الكوكبين دول. ويعني هذه المركبات بتصور على عمق يصل إلى 2000 و3000 متر تحت الأرض زي الصور اللي بنشوفها هنا المريخ السطح، وده تصوير للجليد على عمق يصل لأكثر من 200 متر. طيب زي ما قلت ان كل فكره